مرحبا بكم إلى مسابقتنا الرمضانية معالم يمنية على قناة الجمهورية في وسائل التواصل الاجتماعي. السؤال 23. مديرية الخوخة أحد مديريات محافظة الحديدة وتبعد عن مدينة الحديدة 110 كيلومترات، وتمتاز بشاطئها الجميل على ساحل البحر الأحمر، وهو شاطئ مكسوم برمال بيضاء ناعمة ذات أشكال هلالية تطوقها كثبار رملية بيضاء. وتعتبر شواطئ الخوخة من أجمل الشواطئ اليمنية، وتظللها وتنتشر فيها أشجار النخيل والدوم. وقد نالت هذه الشواطئ شهرة كبيرة باعتبارها مصيفا رائعا، إذ تمتاز بهوائها العليل وصفاء مياهها التي تخفي تحتها شعابا مرجانية تخلب قلوب الغواصين. وتشكل شواطئ الخوخة أهم المواقع السياحية الشاطئية التي يرتادها الزوار بشكل مستمر. سؤال هذه الحلقة: أين تقع مديرية الخوخة؟ هل هي في جنوب محافظة الحديدة؟ أم في غرب محافظة الحديدة؟ أم في شمال محافظة الحديدة؟ حظا موفقا، إلى اللقاء.